سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتدارس فيه سويا كتاب العهود المحمدية لسيدي أبي المواهب الشعراني عليه رحمة الله تعالى. هذا الكتاب الذي نتعلم من خلاله سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنتعرف على ما يحبه وما أمرنا به رسول الله، وما يبغضه وما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتاب زي ما قلنا لحضراتكم قبل ذلك بيعطي للمسلم برنامج يومي ورؤية في حياته، بحيث يضبط بوصلته على ما يحبه الله ورسوله. فما أمرنا الله به ورسوله سعينا لتحقيقه، حتى وإن كان من السنن والأمور التي فيها سعة، وما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سعينا للانتهاء عنه، حتى وإن كان من المكروهات والأمور التي أيضا فيها أو في تركها سعة. هذا الكتاب زي ما قلنا لحضراتكم قبل ذلك بيتميز بالإضافة لأنه بيعلمنا سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه معاناة وفيه تجارب سيدي أبي المواهب الشعراني عليه رحمة الله تعالى. فالكتاب بالإضافة لسرده للأحاديث النبوية، فهو كذلك يشرح هذه الأحاديث شرحا بسيطا، ويطعم هذا الشرح بأقوال العارفين والأولياء، بحيث يعني يكون هذا الشرح قريب من القلوب وقريب من النفوس، وبحيث تقبل النفوس على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، حين نرى بعض العارفين أو بعض العلماء العاملين قد عمل بهذا العهد من عهود سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكرم الغزاة والحارسين لودائع الناس في مثل العقبة والأزلام، وكذلك نكرم خفر الدرب من العرب أصحاب الدرك، وإذا ضاع لنا شيء لم نلزمهم به إلا بطريق شرعي، ولو كان لهم على ذلك صرفي بيت المال، بل ينبغي أن نساعدهم بما نقدر عليه من البقسماط والأدم والنقد، ترغيبا لهم في الإقامة في تلك الأماكن المخوفة، ونحوط أمتعة الناس ونبدأهم بالعطاء ولا نذلهم بالسؤال، وكذلك نكرمهم إذا وردوا علينا في مصر وغيرها، ولا نبخل عليهم ونقول إن هؤلاء جامايكية من جهة السلطان، مع قدرتنا على الإحسان إليهم حسب الطاقة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الفكرة التي يتحدث عنها الشيخ هنا بعد ما تحدث عن الحج، يتحدث عن الجهاد، والحج ضرب من ضروب الجهاد، لأن فيه مشقة وفيه بذل للنفس وبذل للأموال، واحتمال الواحد يموت في الطريق على حسب طرق الحج القديمة التي كانت وعرة أو التي كانت غير ميسرة أو التي كانت غير آمنة تماما. ففي طرق الحج وفي غيرها على حدود الدولة الإسلامية في أصحاب الثغور الذين يقفون حرسا على أمتعة الناس، أو الذين يقفون لتأمين الطرق المعينة،
الشيخ هنا بيقول إنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم إنك تكرم هؤلاء الناس حتى وإن كان هؤلاء الناس يقومون بوظيفة، هذه الوظيفة يأخذون عليها أجرا من بيت المال. يعني لو عايزين نطبق هذا العهد في يومنا هذا يا أخواننا، لو حضرتك مثلا يعني تعرف حد بيحرس المنطقة بتاعتك من حرامية أو من غيرهم، أو أمين شرطة مثلا بيحرس وبيساعد الناس بالفعل وبيقوم بواجبه الذي أمر به من قبل الحكومة، وبيسهر علشان يحرس المنطقة أو يحرس بيتك أو يحمي المنطقة من البلطجية أو كذا، فمن السنة إنك تعامله بالحسنى، إنك إذا كان قاعد بيحرس في مكان ومفيش طعام ولا شراب إنك تكرمه بطعام وبشراب وهكذا. فمن السنة إنك تكرم هؤلاء الناس الذين يقومون بحفظ أرواح الناس، وحفظ أرواح الناس من الدين. ومش معنى إن الشرطة في بلادنا الإسلامية كلها سمعتها وحشة إن إحنا نشطب على كل ما يفعلون بجرة ألف، يعني هو زي ما في تصرفات مشينة زي أيضا ما في تصرفات حسنة، وفي حفظ للأمن وفي محاولة للإصلاح وفي أمور يمكن إن إحنا لو دعمناها نسبة الخير تزيد. فبالتالي المسلم المتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولش دول بيحرسوا وده واجبهم وده شغلهم، لكن من الخلق الحسن إنك تكرمهم تعزمهم تعطيهم إذا أردت، وتنوي بذلك إعانتهم على أداء عملهم. طبعا أنا ما بقولكش اديهم رشاوة، ولكن أنا بقولك أكرمهم بما تستطيع، بيحرس قدام بيتك نزل له كوباية شاي، في وقت غدا نزل له غدا، وحاجات يعني إيه فيها الكرم العادي اللي هو ما فيهوش شبهة رشوة ولا شيء محرم. قال: فمن لم يجد نقدا يعطيه الغزاة فليعطهم ولو رغيفا أو نصفا أو يخدم عيالهم مدة سفرهم. يعني إذا كان في حد ذهب لي الغزو في سبيل الله أو لحماية البلد أو للوقوف على الثغور أو ليعمل عمل عام مهم يحتاجه المجتمع، وحضرتك عرفت إنه أسرته تحتاج إلى خدمة معينة أو أولاده أو كذا، فهذا في الأول وفي الآخر مسلم. يعني في خطاب سائد الآن بين كثير من الشباب، وهذا الكلام أنا أقوله لله سبحانه وتعالى، وهو إنه شيطنة كل ما يصدر عن وزارات الداخلية في الدول الإسلامية. هذا الكلام غير صحيح وغير مظبوط. إحنا إذا كنا نريد لبلادنا إن هي تكون في أحسن حال، فلازم المسلم يبقى منصف ويبقى عدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فزي ما أنت بتنتقد الأشياء السيئة، لابد إنك أيضا تدعم الأشياء الخيرة. فإذا كان في حد بيقف على الحدود وبيحميك من الغزاة وبيحميك من كذا وكذا وكذا، وإذا علمت إنه هذا الرجل مات مثلا أو فقير أو عنده أولاد يحتاجون وكذا، فهو في الأول وفي الآخر مسلم لابد أن يعامل بالحسنى. قال: فمن لم يجد نقدا يعطيه الغزاة فليعطيهم ولو رغيفا أو نصفا أو يخدم عيالهم مدة سفرهم ويقوم بمهمات حوائجهم. ومثل الغزاة والحارسين في سبيل الله في تفقد عيالهم بالبر والإحسان، كل من سافر لمصلحة إخوانه كالجابي الذي يجبي لهم مال وقفهم أو يأتي لهم بالقمح والحطب وما يقوم بمصالحهم. يعني أنت دلوقتي بتعيش في مجتمع، هذا المجتمع في بعض الناس بيقوم ببعض الأعمال التي تعود على هذا المجتمع بالنفع، زي اللي بيحرسوا المجتمع، زي اللي بينظفوا الشوارع، زي اللي بيسافروا خصيصا علشان يجيبوا مصلحة لهذا المجتمع أو يستوردوا شيء لهذا المجتمع. فأنت إذا علمت إن في واحد دي وظيفته أو بيقوم بهذا، فأنت في واجب إسلامي عام وهو إنك تحسن إلى الناس جميعا. إذا علمت إن هذا الشخص يعني يقوم بخدمة لمجتمعه ولأهله ولبلده، فمن الحسنى إنك تقابل هذا العمل أيضا
بمزيد من المعاملة الطيبة، وإنك ترعى مصالحه وهو غائب عن بيته، أو إنك تحاول تقدم له الخدمة أو لأولاده الخدمة وهو غير موجود. قال: فينبغي لإخوانه أن يتعاهدوا عياله وأولاده بالبر وقضاء الحواجز، ولا يخل بذلك إلا من ليس له مروءة. وما رأت عيني في عصري أحدا قام بهذا الأمر معي ومع أصحابه مثل الشيخ أحمد الكعكي رحمه الله تعالى. يعني قليل من الناس إخواننا في عصرنا هذا من يتفقد عيال إخوانه. يعني واحد من أصدقائك سافر، واحد من أصدقائك عي، واحد من أصدقائك راح في مهمة رسمية شهرين وثلاثة، قلما تجد إنسان يقول لمراته كده: إيه، اسألي على فلانة، يمكن محتاجين حاجة، يمكن محتاجين يدفعوا فاتورة ومش عارفة تروح عشان الأولاد شغلينها، يمكن كده. يعني هذه الأخلاق كادت تختفي، مجرد إن فلان صديقي ده ما بيسافر خلاص أهله ولا كأننا نعرفهم، أولاده ولا كأننا يعني يعني ولا كأن كان في علاقة بيننا وبينهم. هذه ليست أخلاق المؤمنين. السلف الصالح رضي الله عنهم كان الواحد منهم يتفقد عيال أخيه بالعشرين سنة والثلاثين سنة. يعني الاثنين إخوة في الله، الاثنين أصدقاء اجتمعوا على الطاعة، فكان أخوه دوت مات مثلا أو حصل له حاجة أو سافر أو كذا، كان يتفقد عيال أخيه ويعطيهم من ماله ويعطيهم طعامهم وأرزاقهم بالعشرين سنة والثلاثين سنة. خلق الوفاء اللي هو للأسف الآن في ظل المجتمع المادي بقى غير موجود. الناس دلوقتي بتعرف بعضها لمصلحة وقتية، انتهت المصالح، الناس ما بتعرفش بعضها تقريبا. فدي مش أخلاق أهل الإسلام يا إخواننا. إحنا لما بنتعرف على الناس أو بنتعامل مع الناس بنعرفهم على أساس أنها علاقة قائمة على الحسنى وعلى حقوق وعلى واجبات، وعلى أساس أنها علاقة أبدية ولله سبحانه وتعالى في الأول وفي الآخر. ليه؟ لأنه كل حاجة بتعمل، كل نظرة، كل لفتة، كل كلمة بتكتب عليك وستقف أمام الله سبحانه وتعالى وتسأل عنها، وكل عمل صالح وكل كلمة طيبة بتقولها هتكون في ميزان حسناتك. وبالتالي تعاملنا مع الناس ما بيكونش فقط من خلال اللي احنا هنستفيده ايه من الناس. طبعا انت لو جيت تحسبها تلاقي نفسك بتستفيد. تستفيد ايه؟ تستفيد حسنات، لما تعاونه، لما تساعده، لما تدعي له، لما تعطيه من مالك، لما تتكلم معاه كلمة طيبة، لما تقوم بحقوقه. كل دي لو الواحد نوى بها وجه الله سبحانه وتعالى فهي عبادات. والحسن البصري رضي الله عنه كان يقول: لأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف شهرين في مسجد. إنه يروح كده ويقضي حوائج الناس أحب إلي من أنه يجلس في مسجد ويعتكف فيه خالي في هذا المسجد للعبادة أو متفرغ للعبادة. خير الناس أنفعهم للناس، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا: من استطاع منكم أن ينفع أخيه بنافعة فليفعل. ويقول أيضا: من مضى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. فالأحاديث في هذا كثيرة التي تحث على أن الإنسان يبقى خدوم ويبقى ما بيعرفش ناس فقط، لأنه هياخد منهم إيه، هيستفيد منهم إيه، ولكن في حاجة اسمها علاقة لله، علاقة لأنك لازم تبقى إنسان كويس، علاقة لأنك لازم تبقى مصدر رحمة وهداية وخير للناس. مش لازم أنا، طب أنا استفدت إيه من العلاقة دي؟ مش لازم يبقى في استفادة. طبعا أكيد في استفادة معنوية على الأقل، إنك تاخد حسنات مثلا، أو إنك أيضا لما تتعرض لظروف هتبص تلاقي برضه زي ما أنت بتقف جنب الناس، الناس بيقفوا جنبك. لكن حتى لو ما حصلكش ظروف الحمد لله وربنا سترها معاك وما احتجتش لحد وربنا ما يحوجش حد لحد ابدا يا رب، انت استفدت ايه؟ انك قمت بواجبك الذي امرك الله سبحانه وتعالى به، وصار ذلك في ميزان حسناتك. ولما بنيجي نقرا في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بتامر به المحبه في الله، نجد ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان من عباد الله ناسا ما هم بانبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء بمكانتهم من الله،
قالوا يا رسول الله أفتخبرنا ما هم؟ قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور ولا يخافون إذا خاف الناس. يبقى إذن النبي هنا بيمدح ناس اجتمعوا لمجرد التعاون على الطاعة من غير ما يكون في بينهم مصلحة تجارية أو قرابة. هؤلاء الناس سيكون قريبين من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لدرجة أن الأنبياء والصالحين يغبطونهم بقربهم أو لقربهم من الله سبحانه وتعالى. فبالتالي من أخلاق المؤمنين يا أخواننا هذا الخلق، خلق التعاهد، خلق الخدمة. الشيخ هنا سيدي الشعراني بيقول إن الناس أخلت بهذا العهد في عصره، وإنه ما رأى أحدا يقوم بهذا العهد مثل الشيخ أحمد الكعكي. من هو الشيخ أحمد الكعكي؟ حضراتكم ممكن تقرأوا ترجمته في الطبقات الوسطى للإمام الشعراني أيضا إن شاء الله تعالى. قال بالجملة: فقد صارت أخلاق المؤمنين قليلة لقلة ارتباط قلوبهم بعضهم بعضا، ولا يقوم مثل ذلك إلا من باشر صريح الإيمان قلبه وهو مقام عزيز. يعني إن الواحد يعامل الناس لله، إنه بيبقى بيخدم لله من غير عايز حاجة من حد، ده مقام عزيز، لأن الناس دايما بتنظر للمقابل العاجل. طيب أنا استفدت إيه بقى؟ يعني دايما كده يقول لك أنا استفدت إيه من العلاقة ديت؟ إيه اللي جالي من وراها؟ وهكذا. فده مقام عزيز. ليه بيقول هنا الشيخ إلا من باشر صريح الإيمان قلبه؟ ليه؟ ليه هو قال كده؟ لأنه لا يفعل ذلك إلا من آمن بالله حقا، إلا إنسان يعلم أنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنه في يوم من الأيام ربنا هيجزيه على هذا الذي يفعله. فهو من شدة إيمانه بالغيب بيفعل، بيخدم الناس وبيفعل هذا كما لو كان سيقف بين يدي الله غدا. إلا من باشر صريح الإيمان قلبه وهو مقام عزيز في هذا الزمان لغلظ الحجاب. إيه الحجاب ده بقى؟ الحجاب الذي يحجب القلب عن الله سبحانه وتعالى. يعني رغم أن الناس نظريا مؤمنة باليوم الآخر، الناس نظريا مؤمنة بأنها هتحاسب أمام الله، مؤمنة بأن هي إذا خدمت الناس هتاخد ثواب، لكن عمليا في حجاب، في حجاب يحجبها عن العمل بهذا، في حجاب يحجبها عن رؤية الله في أعمالها، في حجاب يحجبها عن التعلق بالله والنظر إلى الله والاعتماد على الله. فالحجاب غليظ، وكلما شف الحجاب كلما عامل الإنسان الله في الناس. يعني أنت تبقى بتخدم الناس، بتقول كلمة طيبة للناس، يعني بتتعامل مع الناس وأنت لا ترى الناس، أنت ترى الله سبحانه وتعالى. سيدنا الإمام جنيد رحمه الله كان يقول: إنني أخاطب الله تعالى منذ 30 سنة والناس يظنون أنني أخاطبهم. يعني هو لما كان بيجلس، الإمام الجنيد طبعا من كبار أئمة الإسلام ومن كبار المتصوفة في عصور السلف الصالح، فكان يجلس للوعظ وكان يجلس للتذكير وكان يجلس للتدريس. فهو بيقول: الناس أنا أخاطب الله منذ 30 سنة، يعني أنا أصلا مش شايف الناس، أنا أصلا أنا بتكلم أنا مش شايف حد، أنا شايف ربنا سبحانه وتعالى، والناس يظنون أنني أخاطبهم. فلذلك الحجاب لما يرق الواحد بيعامل ربنا سبحانه وتعالى ولا يعامل الناس. قال: لغلظ الحجاب من أكل الحرام. الحجاب على القلب ممكن يكون غليظ لأسباب كثيرة جدا، لأسباب كثيرة وأسباب متنوعة. من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان محجوب عن الله سبحانه وتعالى أكل الحرام. لذلك لازم الواحد يا أخوانا يتحرى أكل الحلال، يعني تبقى عارف اللقمة اللي داخلة بطنك دي إيه مصدرها، جاية منين، لو فيها شبهة ما تاكلهاش، ما تأكلش ولادك إلا حلال علشان تشوف بعد كده برهم. وأكل الحرام طبعا بينتج عنه مشاكل كتير في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله.
والله عليم حكيم. روى النسائي والترمذي وقال حديث حسن بن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد مرفوعة: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت ب700 ضعف. طبعا هو هنا بيعترض إن الصدقة على الغازي أو الحارس أو اللي بيعمل مصلحة لأهل الإسلام من النفقة في سبيل الله، لأن أنت الآن لما تخلف هذا الرجل في أهله، لما تعينه بحيث يبقى عارف إن نعم إذا ذهب للغزو أو ذهب للوقوف على الحدود، حدود الدولة الإسلامية، أو ذهب ليقضي مصالح الناس، عارف إنه أولاده مش هيضيعوا، فهو قاعد مطمن. فأنت كأنك بمالك هذا أعنته على القيام بمهمته، فهو كما أنه يجاهد وينفق من وقته وجهده في سبيل الله، أنت طمنت بهذا المال وطمنت بالخدمة اللي بتقدمها لأهله، فكأنك اشتركت معه أيضا فيما يقوم به في سبيل الله سبحانه وتعالى. من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت ب700 ضعف. وروى ابن حبان والبيهقي لما نزلت الآية قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم زد أمتي. فنزلت الآية قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وروى الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم مرفوعة: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. فإذا ما تنفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى لا يقف عند حدود 700. الحديث اللي في الأول النبي يقول فيه إيه ماذا؟ يقول فيه ب700 ضعف. وبعدين الرواية اللي بعدها رواية ابن حبان والبيهقي إنه لما نزلت هذه الآية النبي أحب أن يعطي الله سبحانه وتعالى للأمة أكثر من 700، فأنزل الله عليه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن الصبر الإنفاق في سبيل الله، من الصبر خدمة الناس، من الصبر معاونة الناس، كل ده داخل في معنى الصبر على الطاعة. وبالتالي الله بيبشر من يفعل ذلك بأن أجره مفتوح، يعني كأن كده أنت ربنا بيكتب لك شيك على بياض، شيك مفتوح من غير عدد. ثم في الرواية التالية: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. يعني أنت دلوقتي لما يتقال لك والله ده في جهاد في الحته الفلانيه، او في والله محتاجين دعم للجيش في المكان الفلاني، او والله ناويين ندخل معركه وبنجمع فلوس وتبرعات زي ما كان بيحصل قبل حرب 73، كانت الدوله على ما سمعت يعني كانوا بيجمعوا تبرعات من الناس وحاجات زي كده. فالحاجات دي كلها يا اخوانا ما حكمها الشرعي؟ الحاجات دي حكمها الشرعي إن هي تعتبر من الجهاد في سبيل الله، إنك تدعم الجيوش في البلاد الإسلامية إذا كانت ستجاهد في سبيل الله، أو تحمي هذه البلدان، إنك تجهز غازي تشتري له سلاح تشتري له فرس، أو تدعمه ماليا إذا كان الراتب قليل مثلا وأنت معك ما تنفق منه إنك تخلفه في أهله بحيث إنه ما يبقاش شايل هم عياله. كل ده من الجهاد في سبيل الله، بحيث يجاهد في سبيل الله ويدافع عن بلاده ويدافع عن أوطانه ويجاهد في سبيل الله وهو غير مشغول البال بأولاده. من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، يعني بياخد نفس الأجر كأنه غزا في سبيل الله. ومن خلف غازيا في أهله، خلفه في أهله يعني قام بشؤون أهله، رعى أولاده بخير فقد غزا، يعني كأنه غزا مع الرب هذا البيت. زاد في رواية ابن ماجه: من غير أن ينقص من أجر الغازي شيء، يعني هياخد زي ما يكون غزا بالضبط، زي ما يكون غزا تماما. والمجاهد في سبيل الله له فضائل كثيرة ستأتي إن شاء الله تعالى. وروى الطبراني ورجاله رجال الصحيح مرفوعة: ومن خلف غازيا في أهله بخير وأنفق على أهله فله مثل أجره. يبقى إذن من خلف غازيا في أهله، يعني أيضا من رعى أهل الجندي أو المجاهد في سبيل الله في أهله بخير، يعني قام على شؤون أولاده وخدمهم
ورعى شؤونهم وأنفق عليهم وأنفق على أهله فله مثل أجره. قال: والأحاديث في ذلك كثيرة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسأل ربنا أن نموت شهداء في سبيل الله لا على فروشنا. يعني الفكرة يا أخواننا هنا أن الله عز وجل كتب الموت على كل حي، كل شيء هالك إلا وجهه. وبالتالي أمام هذه الحقيقة التي يقر بها المؤمن وغير المؤمن، حتى إن بعض من لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى يقول: لا حقيقة في هذا الوجود إلا الموت. يعني هذا الوجود ما تقوليش إن في أي حقيقة، كل حاجة قابلة للأخذ والرد والنقاش إلا الموت، فهو الحقيقة الوحيدة التي يقر بها الجميع، من يؤمن بالآخرة ومن لا يؤمن بالآخرة. وبالتالي بما إنه الموت حقيقة وستحصل، ولأنه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم، كان في مرة النبي قاعد مع أصحابه وبعدين بيقول لهم: أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يكون على رأس 100 سنة على وجه الأرض أحد. والحديث ده يصح إنك تقوله في أي وقت، يعني النهاردة ممكن نقول بعد 100 سنة من الآن مفيش حد من الأحياء دلوقتي هيكون موجود، وكلامنا يبقى صحيح. ممكن بعد 5 سنين نقول نفس الكلام، بعد 100 سنة من الآن مش هيكون حد ممن هو على ظهر الأرض الآن موجود. ليه؟ لأنه اللي موجودين إذا كانوا عندهم 50 سنة و60 سنة فعمرهم ما هيوصلوا 150 سنة. طب إذا كانوا الموجودين لسه موجودين دلوقتي فغالب أعمار الناس أقل من 100، غالب أعمار الناس أقل من 100، قليل جدا من الناس اللي عمره بتعدى 100. وبالتالي لو أنت حلفت الآن وقلت: والله لن يكون على ظهر الأرض بعد 100 سنة من الآن أحد ممن يتنفس الآن، كلمك يبقى صدق. معنى كده يا جماعة أن الموت أقرب إلينا مما نتخيل، وهو حقيقة ستقع وستأتي وستأتي، والعمر بيمر في لحظات. طيب إذا هذه الحقيقة، فالموتات ليست واحدة، في ناس بتموت على فراشها مطمئنة ما فيش مشكلة خالص في هذا، وفي ناس بتموت شهداء في سبيل الله. الإسلام بيحثنا على أن احنا نطلب ميتة الشهداء، إنه الموت إذا كان آت فلتكن ميتة يعني إيه فيها خير أو يترتب عليها خير، أو ميتة في سبيل الله بحيث الواحد يساب عليها. فإذا يقول: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسأل ربنا أن نموت شهداء في سبيل الله لا على فروشنا. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو من كبار قادة الإسلام، يعني كان يتمنى أن يموت شهيدا، فلما لم يكتب الله سبحانه وتعالى له الشهادة ومات على فراشه، قال: ها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير. فكان الصحابة رضي الله عنهم يتمنى الواحد منهم أن يموت شهيدا في سبيل الله. طيب حضرتك الآن سألت الله تعالى أن تموت شهيدا، ثم لم يرد الله لك أن تموت شهيدا، إنما نمت أو مت على فراشك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يعني حتى وإن كان المكتوب لك إنك ما تموتش شهيد، لكن أنت سألت الله ولححت على الله سبحانه وتعالى في الدعاء: يا رب أسألك ميتة الشهداء، أسألك أن تحشرني مع الشهداء، يا رب أسألك أن أموت شهيدا في سبيلك، يا رب كذا إلى آخره، الله عز وجل يبلغك منازل الشهداء وإن مات الإنسان على فراشه. فلذلك هذا من العهود التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم. ليه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ علينا هذا العهد يا أخوانا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ علينا هذا العهد لأنه زي ما الحياة في سبيل الله فالموت أيضا ينبغي أن يكون في سبيل الله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
فإذا الممات أيضا يكون لله سبحانه وتعالى. قال: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسأل ربنا أن نموت شهداء في سبيل الله لا على فروشنا، فإن لم يحصل لنا مباشرة ذلك حصل لنا بالنية الصالحة. حصل بماذا؟ بالنية الصالحة. والله عز وجل يعطي بالنوايا ما لا يعطي على العمل. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. قال: وربما ترجح على ثواب من باشر الجهاد حتى قتل، يعني ربما ينوي الموت شهيدا، الله عز وجل يعطيه ثواب أكثر من الشهيد الحقيقي. ليه؟ لأن الشهيد الحقيقي عمله ممكن يخدش، يخدش برياء، يخدش بمحبة ظهور، يخدش بسمعة، يخدش بمحبة الشهرة، يخدش بأمور كثيرة جدا ممكن تقلل من ثواب العمل أو تحبط العمل تماما. أما من ينوي ومن يسأل الله الشهادة بصدق، ربنا يبلغه منازل الشهداء دون أن يختبر، يعني كأن كده أنت اتقال لك أنت نجحت من غير ما تخش اختبار، فهتاخد الدرجة كاملة. طيب إذا دخلت الاختبار وكنت مذاكر كويس برضه وربنا وفقك، ممكن ما تجيبش الدرجة كاملة. فهذا هو الفرق بين من نوى أن يموت شهيدا في سبيل الله وسأل الله ذلك فبلغه الله منازل الشهداء، وبين من باشر الجهاد بنفسه. فأنت إذا سألت الله أن موتك شهيد أو أنك تموت على الشهادة، يرجى إن شاء الله أن تأخذ ثواب الشهادة كاملا. ومن نوى ولم يباشر الجهاد حتى مات على فراشه، ربما أعطاه الله تعالى ذلك الأجر كاملا من غير مناقشة، كما ورد مثل ذلك في من عزم على قيام الليل فأخذ الله بروحه إلى الصباح. زي بالضبط كده، أنت لما تنام وتنوي كده: يا رب أنا إيه إن شاء الله هصحى قبل الفجر كده الساعة ولا حاجة، أقعد أقول حبة أوراد وأقعد كده أصلي ركعتين وأنتظر الفجر وأصلي. جيت حضرتك ربنا سبحانه وتعالى إيه نيمك، وبعدين لقيت نفسك صحيت بعد الشروق تمام. فإيه اللي يحصل هنا في هذه الحالة؟ خلاص، هذه هدية من الله سبحانه وتعالى، وأخذت إن شاء الله أجر قيام الليل، كما ورد مثل ذلك في من عزم. خد بالك هنا، عزم، مش إيه مش نايم الساعة 3 بالليل وقول ده إن شاء الله هصحى قبل الفجر، إزاي وأنت ما خدتش بأي سبب من الأسباب، ولا ظبطت منبه، ولا قلت حد صحيح، ولا أي حاجة خالص، ما خدتش بأي سبب من الأسباب. المراد هنا العزم، مش مجرد إن شاء الله هصحى وبعدين تبص تلاقي نفسك نمت للصبح، كما ورد مثل ذلك في من عزم على قيام الليل فأخذ الله بروحه إلى الصباح. وقد وسع الله تعالى على هذه الأمة بإعطائهم الأجر بالنية الصالحة. ده من إكرام الله عز وجل للأمة المحمدية، إن الواحد بياخد الأجر بمجرد النية مش على أعمال الجوارح. فكل فعل لم يقسم الله تعالى له مباشرته يحوزون فضله بالنية، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولم يقل إنما لكل امرئ ما عمل. خد بالك هنا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لكل امرئ ما نوى، يعني ثواب ما نوى، ما قالش ثواب ما عمل. يبقى إيه؟ بمجرد النية يحصل الإنسان الثواب إن شاء الله تعالى. وإنما لكل امرئ ما عمل، ولم يقل إنما لكل امرئ ما عمل، مع النية أيضا عمل قلبي، فافهم واشكر الله تعالى على ذلك. وسمعت سيدي علي بن الخواص رحمه الله يقول في قدرة من وفقه الله تعالى ألا يترك عملا من أعمال أهل الإسلام إلا وله فيه نصيب، وذلك أن ينوي فعل كل خير بنية جازمة، فإذا لم يحصل له فعله حصل له أجره من حيث النية. يعني سيدي علي الخواص هنا، هذا الرجل الصالح الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به في الدنيا والآخرة، بيقول إن كل مسلم في استطاعته إنه يعمل أعمال أهل الإسلام كلهم. إزاي؟
يعني ما تسمعش عن حد عمل عمل صالح إلا وتقول يا رب يا رب لو كنت مثله، أو إن أعطيتني مثله لفعلت مثله، فاللهم ارزقني أجره. شفت واحد بنى جامع، شفت واحد تصدق بصدقة، شفت واحد جاهد في سبيل الله، شفت واحد خدم الأمة، شفت واحد طبيب بيخفف آلام الناس، شفت واحد خدوم بيخدم الناس، ونويت إنه يا رب يا رب يعني إيه إن أعطيتني أو اجعلني مثله أو بارك له أو دعوت له، أو يعني نويت إن ربنا إن مكنك تعمل زيه وهكذا. فأنت ما تسمعش عن واحد عمل خير وأنت تتمنى إن يكون لك مثل هذا الخير الذي يعمله، أو إنه إن أتيحت لك الفرصة ستعمل مثل هذا الخير، إلا وكنت شريكا له في الأجر دون أن تعمل شيئا. يعني تخيلوا إحنا في أحيان كتير نقول بس ربنا يديني، ويبقى موقفين حياتنا على إن ربنا يدينا. وفي الحقيقة من لم يعطيه الله سبحانه وتعالى شيئا هو الأكمل. ليه؟ لأنه بمجرد توجيه القلب، مجرد العزم، مجرد النية، بياخد ثواب أعمال كل أهل الإسلام دون أن يعمل شيئا. فعين المنع هو عين العطاء، عين المنع هو عين العطاء. ويمكن لما ربنا يديك ما تعملش، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. فإذا لما ربنا يمنعك، يمنع عنك إنك تكون غني مثلا، أو يمنع عنك إنك يكون عندك علم فلان أو تقوى فلان، أو يمنع عنك العمل الذي يعمله فلان أو صدقة فلان أو حج فلان أو عمرة فلان أو صحة فلان التي يخدم بها الناس أو وقت فلان أو سيارة فلان اللي عمال يلف بها على مصالح الناس، وإنت ربنا لم يعطيك شيئا، اعلم أنك يمكنك أن تشاركه الأجر إن نويت فعل كل خير بيعمله الناس تسمع عنه إن أعطاك الله أو إن مكنك الله سبحانه وتعالى. قال والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يبقى إحنا إذا يا إخوانا الكلام دوت بيأكد على المعنى اللي إحنا كررناه أكثر من مرة، وهو إن إحنا معركتنا الحقيقية مع نوايانا، مع أنفسنا، معركتنا والله يا إخوانا داخلية. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مشكلتك نفسك، مشكلتك نفسك اللي بين جنبيك اللي احنا للأسف ما نعرفهاش. يعني احنا نعرف كل حاجة في الدنيا إلا أنفسنا. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة مرفوعة: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، وإن مات على فراشه. إذا بالنية يمكن للإنسان أن يحصل منازل الشهداء. لذلك كان من دعاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه بيسأل الله الشهادة، فكان يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد حبيبك. فإحنا كمان يمكننا من اليوم أن نبدأ باستخدام هذا الدعاء، أو بالدعاء بمثل هذا الدعاء، فنقول: اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد حبيبك، اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد حبيبك، اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه؟ من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وفي رواية مسلم وغيره مرفوعة: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم يصبه، يعني وإن لم يمت شهيدا. وروى أبو داود والترمذي: من سأل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات أو قتل كان له أجر شهيد. يعني من يسأل أن يموت مقتولا في سبيل الله يبلغه الله عز وجل أجر الشهيد. وفي رواية لابن حبان في صحيحه مرفوعة: ومن سأل الله الشهادة مخلصا أعطاه أجر شهيد وإن مات على فراشه والله تعالى أعلم. إذا من العهود التي أخذها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلح نوايانا أيها الإخوة، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا ميتة الشهداء. والحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم
شهادة في سبيله وموتا في بال حبيبه صلى الله عليه وسلم. نقف هنا، نكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة، والحمد لله رب العالمين. الآن سؤال يتفضل. أستاذن حضرتك، اللي هي علامات الساعة الكبرى ترتيبها هل هي ترتيب محدد؟ لا، الترتيب في خلاف، بعضهم يقول أولها ظهور المهدي، بعضهم يقول أولها طلوع الشمس من مغربها، لكن ما فيش اتفاق على ترتيب هذه العلامات. لكن طيب. أول علامة منهم إذا ظهرت ستظهر بعدها مباشرة بقية العلامات، كأنه عقد انفرط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو افترضنا مثلا إن بكرة صحينا الصبح الشمس طلعت من مغربها، يبقى هتبص تلاقيك مثلا بعد يومين ثلاثة يقول لك المهدي ظهر، بعد شوية ده المسيح ظهر كده، فهتبص تلاقي الدنيا إيه اتقلب حالها في لحظة زي ما احنا شايفين. يعني احنا من أسبوعين بالظبط، من 10 أيام بالظبط، ما كانش يخطر على بالنا اللي حاصل. احنا قاعدين نايمين صاحيين رايحين شغلنا، في بطننا بطيخة صيفي، عمالين نحسب في البورصة وفي الأولاد وفي مستقبل العيال، وبعد 20 سنة ابني هجوزه فين وهعمل له فرحه فين، واحنا مش عارفين ايه اللي ربنا بيدبره في كونه سبحانه وتعالى. فلذلك بنقول للناس يا اخوانا، ما يبقاش عندكم طول امل، ما يبقاش عندنا طول امل، طول الامل مهلك والعياذ بالله. مولانا بعد اذن حضرتك، الشيخ ذكر ان من ضمن الاسباب اللي بتزود الحقوق اكل الحرام، هل تقصير الشغل من ضمن ده يدخل من ضمن التقصير في العمل؟ إذا كان دائم، يعني أنا بطبيعتي أنا لازم يبقى في تقصير باستمرار، على طول في حاجة ما بعملهاش، على طول كذا، يبقى طبعا أكل حرام. لكن لو أنا مثلا في أسبوع من الأسابيع والله ما أديتش الأداء المناسب، لكن الأسبوع اللي بعده أو الشهر اللي بعده والله عملت الواجب اللي كان عليا، أنا قصرت فيه الفترة اللي فاتت، فخلاص يعني ده بيكبر ده، ودي طبيعة إنسانية، إن الإنسان أحيانا يبقى نشيط وأحيانا يبقى كده كسول. المهم إن أنا في النهاية أو المجمل يعني بتاعي يكون إن أنا بأدي الواجبات اللي عليا. التقصير إذا لم يكن سمة غالبة على الإنسان، أو إذا كان جزء من طبيعة الإنسان، أو إذا كان لمرض أو لكسل طبيعي، أو يعني الجزء اللي هو الطبيعي في الإنسان، فده طبعا يعني إيه خلاص بيكبروا الايام اللي يكون فيها نشيط. لكن انا بطبيعتي بحاول ما اعملش شغلي، انا بطبيعتي بحاول اذا ادوني مهمه اعمل دايما 5% او 10% او 90% منها، ولازم دايما اقص كده من ايه من المهام اللي باخدها. طبعا اذا كان في تعمد لهذا يبقى طبعا اكل حرام، والله اعلم. طيب، نلتقي في المره القادمه ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.